السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة بروفيت ان ذا وورلد. بالنسبة لفيديو اليوم سوف نشارك معكم إثبات سحب من تطبيق من التطبيقات التي شرحناها على القناة، ومن التطبيقات الصادقة والرائعة والمميزة جدا. كل التطبيقات وكل موقع التي نقوم بشرحها على القناة هي تطبيقات صادقة ومواقع صادقة، فقط يعني استغل الفرصة، يعني شغل عقلك وابدأ في العمل على هذه المواقع والتطبيقات. فالكثير والكثير من الأشخاص يسحبون منها مبالغ مهمة جدا ومبالغ معتبرة ومبالغ مقبولة أيضا. فبالتالي لكل شخص أراد أن يعمل على الإنترنت فقط يعني يقوم ب يعني الحصول على بطاقة فيزا أو ماستر كارد، يقوم بتفعيل باي بال ويبدأ في السحب من هذه التطبيقات، لأنها أغلبها تدعم الباي بال. فشرحنا أيضا بانكلي الحصول على بطاقة مجانية من خلال فقط التسجيل، وهي بطاقة ماستر كارد عن طريق بنك مايفين، هذا البنك الذي قمنا بشرحه. أترك لكم الشرح مفصل أسفل الفيديو، أو يمكنكم الدخول إلى القناة والبحث عن بنك مايفين، وراح تبدأ في مشاهدة الشروحات الخاصة به، وراح تحصل على بطاقة ماستر كارد مجانية. وأيضا عندما تقوم بإيداع 5.2 يورو راح تحصل على 5.2 يورو كهدية مجانية في الموقع، يمكنك سحبها، يمكنك أيضا الشراء بها، يمكنك أن تفعل بها أي شيء أي شيء يعني أردته، ما فيها لا قيود ولا أي شيء. نعود إلى موضوعنا هذا اليوم، راح نذهب إلى تطبيق وهو جولد مين. هذا تطبيق شرحناه في القناة كما قلنا، لحد أدنى لسعر هو 3.2 دولار. تعودنا على هذه الأشياء، تجدون الشرح مفصل لهذا التطبيق أسفل الفيديو في صندوق الوصف. كل ما علينا فعله هو ذهاب إلى هذه الخانة، نقوم بوضع الإيميل الخاص بنا بهكذا الشكل كما تلاحظون، الايميل في الخانة الأولى والخانة الثانية، وراح نقوم بضغط على خيار اجري. كما تلاحظون يقول لي انه السحب راح يتم خلال 7 أيام عمل، ولكن هو السحب راح يصلنا في غضون دقائق فقط، راح نقوم بالانتظار وراح يصلنا السحب مباشرة بدون يعني قطع الفيديو. الآن راح نذهب إلى هذه الخانة. إذا كنت تريد كما قلنا الحصول على هذه التسجيل، راح تأتي إلى هذه الخانة كما قلنا، راح تنزل إلى الأسفل، راح تجد خانة تقوم بإضافة فيها الكود، أنتر الريفيرال كود، راح تقوم بإضافة الكود الذي يظهر أمامكم الآن باللون الأحمر بهكذا الشكل AS62L هكذا ثم Q، وتقوم بالضغط على خيار سبميت، وراح تحصل على 500 نقطة كهدية للتسجيل في التطبيق. بالنسبة للحد أدنى للسحب للمرة الأولى راح يكون كما قلنا 0.2 3000 نقطة، ولكن السحب بعد ذلك راح يصبح 1 دولار. وعندما تسحب 1 دولار يقول لك يعني افتح يعني الكاميرا حتى يتأكد من الحساب الخاص بك انه لديك حساب واحد. كما تلاحظون وصلتنا الان الرسالة، راح نقوم بالدخول اليها بهذا الشكل كما تلاحظون، من جولد مين 0.27 دولار كندي، وهنا جولد مين للتأكيد مرة اخرى، وهنا تاريخ وصول السحب، وتلاحظون انه السحب يعني مباشر بدون قطع الفيديو. هذا هو إثبات سحب من هذا التطبيق الصادق والرائع والمميز جدا، فيمكنكم أن تبدأوا في العمل عليه الآن. نلتقي في الفيديو القادم بإذن الله، إلى اللقاء.